مرحبا جميعا. بينما أتحدث إليكم الآن، تقبع جمهورية الكونغو الديمقراطية في قبضة وباء الإبولا، وتقدم فرقنا الدعم هناك منذ الأول من أغسطس آب، ولعلكم تذكرون وباء الإبولا الذي ضرب غرب أفريقيا في 2014. هكذا كان الوضع الذي كان على طواقمنا التعامل معه. عندما تنظر في أعين الناس تدرك أنهم خائفون، وهو حقا شعور مرعب. عندما تنظر عبر هذا السياج الذي خلفك وترى المرضى هناك، وأنت تعلم أن فرصهم بالنجاة ضئيلة للغاية. لا يوجد علاج، ولا نملك علاجا يمكنه أن يقضي فعلا على الفيروس. منذ ذلك الحين إلى الآن تحقق بعض التقدم العلمي الذي من شأنه أن يحسن رعاية الإبولا، ولدى طواقمنا 5 علاجات جديدة حتى لو لم تكن هذه العلاجات مرخصة، إضافة إلى لقاح جديد. لكن الأمر لم يتوقف عند ذلك، فالاستجابة إلى تفشي الإبولا ليس بالأمر السهل. إذن لنرى كيف تنظم طواقمنا عملها في الميدان. لتكون الاستجابة للإبولا فعالة، يجب أن تتضمن مقاربة من 6 أركان، ويكون الهدف الكشف عن التفشي واحتوائه وإبلاغ السكان ومعالجة المرضى، وإليكم طريقة القيام بذلك. من المهم رصد كيف يتطور المرض، وكذلك رصد ظهور أي تفشيات أخرى، وينبغي تثقيف الناس حول المرض وكيفية الوقاية منه، وأهم من ذلك ماذا يفعلون إذا أصيبوا به. يجب إنشاء مراكز العلاج بحيث يمكن عزل المرضى الذين تأكدت إصابتهم وتقديم العلاج لهم، كما يجب تتبع أي شخص اختلط بشخص مريض وبالتالي هو عرضة للإصابة وتجب مراقبته بدقة، ويجب أيضا توخي الحذر في الجنائز بحيث لا تتسبب بإصابة المزيد من الناس. أخيراً، يجب أن تحصل المرافق الصحية على المساعدة في احتواء خطر العدوى لتجنب انتشار المرض مع الاستمرار في تقديم العلاج للسكان. هذا ما كان سيحدث لو كان الظرف مثالياً، لكن من الواضح أن الأمر ليس بتلك السهولة في الميدان. كانت نقطة تفشي الوباء هي مانجينا في شمال كيفو، وقد افتتحت أطباء بلا حدود بعد بضعة أيام من وصولها إلى البلدة. وحدة للعزل تحولت فيما بعد إلى مركز للعلاج، لكن هذه المنطقة في شمال شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية معروفة بعدم استقرارها المزمن، وسبب ذلك القتال الدائر بين العديد من المجموعات المسلحة الجوالة، ما يجعل التنقل في المنطقة غير آمن. دعونا نتعرف مع بيير مانديهيرات، نائب مدير المنظمة، كيف تؤثر هذه الظروف على عملنا. مرحبا بيير، كيف تكيفت طواقمنا مع هذا السياق الخاص في الميدان؟ أعتقد أن هناك عاملان يحددان السياق. العامل الأول هو أن المنطقة غير آمنة، لذلك عرفنا أنه سيكون من الصعب إنشاء العمليات بالمواصفات التي نريد لمكافحة تفشي الإيبولا، لا سيما فيما يتعلق بالنشر الجغرافي للفرق اللازمة لتتبع المخالطين. العامل الآخر هو أن وزارة الصحة جهزت عملية على نطاق واسع وبسرعة كبيرة، جلبت مدراء من مناطق أخرى من البلد ومن منظمة الصحة العالمية ومن عدة منظمات غير حكومية أخرى. وقد أدى اجتماع هذان العاملين إلى جعل دور أطباء بلا حدود في هذه الاستجابة أقل من المعتاد. امتد القتال خلال العشرة أيام الماضية إلى مناطق تعمل فيها أطباء بلا حدود ومنظمات أخرى، وتسبب بتعطيل عملنا، وما زالت تقع إصابة أو إصابتين بإيبولا كل يوم، وبالتالي عدد قليل جدا من المخالطين بحاجة إلى التتبع والمراقبة. وبصراحة لا نشعر بالتفاؤل حيال الأسابيع المقبلة. لدى فريقنا 5 علاجات جديدة ولقاح جديد أيضا، أخبرنا المزيد. هذا هو التفشي الأول الذي يتم فيه تقديم علاجات قيد التطوير بشكل منهجي لجميع الحالات المؤكدة. لسوء الحظ هذه ليست تجربة سريرية بحد ذاتها، وبالتالي لن نحصل بالضرورة على بيانات عالية القيمة لتحديد مدى فاعلية كل علاج، لكن هنالك ما يدعو إلى التفاؤل، لا سيما إذا ظهرت علامات تدل على أن إحدى تلك العلاجات يعمل بشكل جيد. وبفضل خبرة أطباء بلا حدود تستطيع الطواقم التأقلم والموازنة بين النظريات وبين ما يمكن تحقيقه فعليا في الميدان. وبحلول نهاية سبتمبر أيلول، أي بعد شهرين من بدء التفشي، تأكدت إصابة 119 حالة، توفي منها 69 شخصا، وأصيب 19 عاملا صحي. وسيعتبر الوباء منتهيا بشكل قطعي بعد مرور 42 يوما دون تسجيل حالات جديدة. و42 يوما هي ضعف مدة حضانة الفيروس، وبها يمكننا التأكد من عدم وجود أي مصاب.
شكرا على متابعة الفيديو، ونرجو منكم مشاركته على شبكات التواصل خاصتكم.